مستحوذ على المساحه الرمليه هذه تاع الشاطئ صاي هاي اللي تفضل هذه الرخصه تسمح لك باش هنا تمارس انت ماشي مدو في لوطيزات باسكو عليها كانت كورونا السنه الناس كلها دات لوطيزات علاه ما تروحش انت البلديه تعطي له في وقتك على بالي خليني نخدم قانونيا ما نهضر معك لا انا لا البلديه لا حتى حاجه تخدم يحدد لك التسعيره تاعك يحدد لك البلاصه تاعك البلاصه مين تبدا مين تخلص بهدف الحفاظ على الامن والسكينه العموميه وضعت قياده المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بوهران جمله من الاجراءات لتامين موسم الاصطياف للسنه الجاريه هذه الاجراءات المتمثله في التواجد الميداني لافراد الدرك الوطني على مستوى شبكه الطرق والمواصلات من اجل تسهيل حركه المرور وكذلك متواجدين على مستوى اماكن الراحه والترفيه كذلك الغابات وكذا الشواطئ من خلال تواجدهم على مستوى مراكز الحراسة التابعة لشواطئ الإقليم الاقتصاد كذلك قيام بالدوريات من طرف أفراد فصائل الأمن والتدخل من أجل محاربة الجريمة بشتى أنواعها اليوم متواجدون على مستوى شاطئ الأندلسيات بحيث تم برمجة مداهمة للاستغلال الغير شرعي للشواطئ بحيث تم رفع مخالفات ضد المخالفين المتعلقه بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ لضمان مجانيه الشواطئ، كذلك للتصدي لاي تجاوزات او مضايقات التي قد يتعرض لها المصطاد. هذه الحمله متواصله على مستوى كل الشواطئ التابعه لاقليم الاختصاص ويبقى الرقم الاقدر 1055 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن اي تجاوزات.